ينضم إلينا الآن من لندن عبر خدمة سكايب عادل درويش، المراسل الدائم في مجلس العموم البريطاني. سيد عادل، أهلا ومرحبا بك. أكبر عملية لمات على الإطلاق لشرطة لندن، نتحدث عن 10,000 جندي لتأمين جنازة الملكة. هل تم التحضير لها بشكل يتلائم مع هذه الخطة التي تم يعني التحضير لها منذ عقود؟ هو طبعا المسؤول عن ده هو حكم فريد بوليس لندن، بوليس العاصمه، ورئيس المفوضيه او اللي هو مقابل يعني لحكم دار البوليس في مصر. لسه بتعين جديد، فده اول عمليه له، بس هو كان رئيس فرع مقاومه الارهاب. كمان اكثر من قوات بوليس، لان ما فيش حاجه اسمها البوليس البريطاني، في 49 قوات بوليس مختلفه. فقوات بوليس من اماكن ثانيه من البلدان الكبيره جايه كمان لندن تساعد، الى جانب طبعا وجود 4,000 من افراد الجيش من مختلف الاسلحه بيشتركوا، عدد كبير من المتطوعين. فطبعا عمليه كبيره جدا، لان حوالي تقريبا 500 من زعماء وقاره العالم موجود على صفحتي على الفيسبوك، قائمه طويله بمين من زعماء العالم من الملوك اللي جايين، ومين من الرؤساء، ومين رؤساء الوزارة، إلى جانب شخصيات مهمة، رؤساء منظمات كبيرة، وإلى جانب طبعا أن عملية تنظيمية. وبعدين رغم حضرتك ما قلتي أنها كانت يعني محضر لها، بتتعمل لها بروفات بشكل مستمر، إلا أن كمية الناس اللي جايين من ليس فقط من خارج لندن، ده من خارج بريطانيا، في ناس راكبه الطياره من كندا ومن استراليا ومن نيوزيلندا ومن نيجيريا ومن غانا، جايين يشاركوا في توديع جلاله الملكه. فطبعا الاعداد كانت اكثر مما بيتصور عمده لندن وبوليس لندن.